بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن أهمية طبيب الأسرة في تقديم الرعاية الصحية للمرأة الحامل. طبعا طبيب الأسرة هو طبيب ممارس يقدم الرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة خلال المراحل المختلفة من حياتهم، وتشمل هذه الرعاية متابعة الحمل والولادة ومتابعة أيضا الحالات بعد الولادة. ولا يقوم أغلب أطباء الأسرة يعني بإجراء عمليات ولادة قيصرية أو ما شابه إلا في حالات يعني معينة أو خاصة. وهذه أهم الصفات طبيب الأسرة. إلى هنا انتهت درس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. وهذا الطبيب يعني مهم جدا في الرعاية الصحية للمرأة الحامل.